مرحبا، اهلا وسهلا. شلون شم؟ الله يخليك. الله رمضان كريم عليك. علينا وعليكم يا ربي. منو؟ ام منتظر. ام منتظر قد عندك اولاد؟ خمسة. زوجك؟ متوفي الحمد لله الى رحمه الله. موظف متقاعد؟ متقاعد، كان موظف بس حاليا الى رحمه الله. الحمد لله وشكرا. الحمد لله. بناتك ولدك كبار ولا صغار؟ ولدي صغار وبناتي اثنين متزوجات، واحدة مطلقة وساكنة وياي صار لها 3 سنوات وما عندها معين ولا عندها راتب. عندها أولاد؟ عندها 2 بنات. يعني شلون عايشين؟ عايشين على التقاعد مال والدها 400 وما يكفي. زين، احنا برنامجنا عندنا جائزة، إذا جاوبتيني أنطيك الجائزة. أوكي؟ إن شاء الله. متفقين؟ متفقين. عددي لي 4 أحياء كربلة. حي الحسين، حي الأسرة، حي الموظفين، حي المعلمين. شكراً جزيلاً لك. هاي 250 مقدمة برنامج. شكراً. رحم الله والديك. تسلم. الله يحفظكم. يسلمش. والله يديمكم للخير. يسلمش. والمعروف الخير يا رب، ويحفظكم إن شاء الله.